فعشان كذا لا تروحون العيال يعني. كوني نظيفة، غلي سعرك بس كوني نظيفة. بس أنا مين قاعدة، أنا مين قاعدة أكلم؟ أنا يوم قعدت مع أصحابي هنا، لأنه طبعا أنا دام أنا هنا صار عندي أصحاب هنا في نفس المدينة اللي أنا فيها، يوم نقعد نتكلم في مواضيع زي كذا ويقعدوا، أنا قاعدة أسألهم يعني بكم طلعت مع ذي بكم طلعت مع ذي. طبعا في المدن الكبيرة الأثمنة تكون غالية، تكون غالية شوي، بس هني المدينة اللي أنا فيها أغلى واحدة 300 درهم. شنو 300 درهم؟ 300 درهم مغربي تجي أتوقع 50 أو 60 ريال سعودي. في أحد يتناك 50 ريال سعودي؟ ومو خيط، مو خيط، لأنه إذا واحد هنا في المغرب دفع لك 300 درهم مغربي الليلة كلها أنت تتناكي، ما في نوم، ما في نوم. في أحد للحين يتناك ب50 ريال سعودي؟ حنا الحين يوم قعدنا نحكي لبعض عن الفضايح والحاجات اللي تضحك اللي صارت لنا في السكس، يوم قعدنا نحكي لبعض واحد من أصحابي قال إنه جاب واحدة ب300 درهم، يقول جابها ب300 درهم، يقول حلوة وكذا، بس يقول في ريحة كسة سردين، سردين معفن، ريحة كسة خايسة. يوم خلص قلت لها تستاهل، انت جايب واحدة ب300، يعني ايش متوقع تطلع منها؟ شنو متوقع؟ فهادي ام 300، شوفوا كيف اللي تطلع ب200 وب100 كيف حتكون؟ بليز كيف حتكون؟ بس الصالون اقل شي لازم تخسر فيه 200 درهم، اقل شي الصالون. فكيف راح تروح فكيف راح تاخذ لها حمام تي مع بخار وحركات؟ كيف راح تشتري العطور حقها؟ كيف راح تشتري ملابس كذا حلوه؟ لا، فالبنت اللي تجي ليلتها غاليه هذه تهتم بنفسها، يعني تهتم للامور هذه، يعني تقول لك انا حاخذ ثمن كويس اكيد راح اهتم. بس اللي تجي ليلتها تحت 500 درهم، يعني 300 400 شي، تلاقيها معفنة خاسرة على نفسها، بس عطر أبو ريالين اشتريته من واحد برا وحطها على نفسها على الوسخ وعلى العفن وعلى شعر أباطة وعلى شعر كسة وخلص تروح تلاقيك. فعشان كذا إذا دفعت الوحدة ثمن رخيص عشان تنيكا تحمل ما يجيك، تحمل ما يجيك، او حط لك كمامة وانت نايك حط لك كمامة. اي والله يا قحبة.